يا اهلا بكل حضراتكم في تاني واخر فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. الفقره اللي هتنورنا فيها دكتوره ايمان المراجدي استاذ طب المخ والاعصاب بجامعه عين شمس. صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. اهلا وسهلا واهلا بيكم كلكم جمهور الاهلي الجميل، وببقى سعيده جدا وانا في قناتي قناه النادي والله الاهلي. والله احنا يعني بنسعد اكتر كمان بوجود حضرتك معانا. اهلا بيكي دايما. ربنا يخليك ويحفظك. واحنا في الفاصل كنت بدردش مع دكتوره ايمان، انا كنت معتقد ان الكلام هيكون بس على فكره اضطرابات النوم، اتضح لا، اتضح ان في رابط ما بيربط ما بين اضطراب النوم وما بين السمنه، يعني الناس اللي عندها او اللي بتعاني من مشكله السمنه غالبا هيكون عندهم اضطرابات في النوم، والناس اللي حتى مش بيعانوا من السمنه ولكن عندهم اضطرابات في النوم ده ممكن يؤدي للسمنه. بالظبط. جديده هي الحكايه دي. انا ما كنتش اعرف ان في اصلا رابط ما بين الاثنين. بالظبط. هو الحقيقه طبعا انا بحثت كتير في القصه دي. لقيت ان موضوع السمنه واحنا بندرس للطلبه في موضوع اضطرابات النوم يعني دايما نقول لهم ان مريض السمنه ممكن يحصل له اختناقات اثناء النوم، اختناق في النفس. احنا ربنا عامل ده مش مجرد اضطراب في النوم، ده اختناق. لا ده بتحصل حاجه قاتله يعني. احنا مش عايزين نخوف المشاهدين، ولكن انا بحب دايما اجذب انتباه المشاهد في الاول. فلما يسمع ان في خطوره على الحياه من السمنه، لا ده انت كده تعالى بقى ونقعد. اول حاجه ان السمنه ممكن تعمل ايه، بتخلي اللهاة عارف حضرتك لما اقول لواحد قول كده واحط البتاع الخشب دي بقه عند الدكتور، في حاجه اسمها اللهاة بتبقى مدلدله كده فوق. دي بتبقى ضعيفه اللي جدا، بتتحرك مع الصوت لما بيجي طالع بالفايبريت اظن مع الصوت. بالظبط. دي في الناس اللي عندهم سمنه عاده بتبقى مترهله وبتبقى متضخمه وبتعمل لي مشكله بتسد مجرى الهواء. أوكي. فبالعربي بتخنقني وانا نايمه. طبعا. طب ايه اللي بيحصل؟ الانسان الطبيعي ربنا عامل فيه وقفات في النفس طبيعيه لا تزيد عن عدد معين. فاحنا بنعمل ايه في مريض السمنه؟ بيجي يقول لي يا دكتور ده انا زوجتي بتشتكي ان انا بيحصل لي وقوف في النفس وبتتخض وتقول انا جرالي حاجه. فيجي لي اقول له خلاص احنا هنعمل حاجه اسمها اختبار النوم. بيروح في معمل معين بتاع مخ واعصاب، بنعمل له دراسه النوم اثناء النوم. بيجي ينام عندنا يعني، بيجي ينام ونخليه ينام تماما طبيعي بدون ادويه بدون استخدام حاجه، ونقيس فقرات الفترات اللي بيقف فيها النفس. المفروض عدد معين، لا ده بنلاقي ان الموضوع زياده وبنلاقي ان المدد كبيره. فدي طبعا ممكن تاثر، ده بيزود نسبه الخطوره طبعا. طبعا ده ممكن توقف القلب يعني، ما انا بعد ما النفس يقف ايه اللي هيحصل؟ ما القلب كمان هيقف. بيحصل بعد الشر وفاه. فاذا الموضوع مهم جدا، والموضوع بنشوفه كل يوم في العيادات. واول علاج بنقوله للمريض لو سمحت خس، لان طول ما انت عندك المشكله دي، لان طبعا بنضطر نديهم اجهزه في البيت يستخدموها. لو تسمع حضرتك عن حاجه اسمها السي باب، ده بنديهوله يحطه بالليل اثناء النوم علشان يزود الاكسجين ما يتخنقش. فشوف بقى الموضوع ازاي خطير. يبقى الحكايه مش اضطراب نوم وانا واحد بتدلع ومش بنام حلو. انا فاكر العمليه اللي مش جاي لي نوم. لا ده الموضوع اكبر بكده بكتير. دكتوره ايمان ما بتطلعش تتكلم على حاجات بسيطه. لازم تدي فرقعات كده. طب الحل ايه بقى يا دكتور؟ الحل ايه؟ ان انا اول حاجه لازم المريض بتاع السمنه افهمه كويس قوي ان حضرتك معرض للوفاه في اي وقت. بنسميها سادن ديث، يعني الوفاه المفاجئه اثناء النوم. يعني بالعربي كده مالكش ديه. لان واحد هيبقى هيقول لك مش في كتير يقول لك ده نام ما قامش. نفس القصه طبعًا. دي بيبقى على فكره جزء من الناس دي اضطرابات النفس اثناء النوم. فاذا ده نوع من اضطرابات النوم. في نوع تاني اللي هو داء النوم، اللي هو بنسميه ناركوليبسي. ده مرض تاني برضو بيجي فيه المرضى، ممكن يبقى عنده سمنه وممكن لا، بس برضو النسبه بتزيد في المرضى اللي عندهم سمنه. داء النوم بمعنى خمول دائم وتوجه ناحيه يعني استعداد اكتر للنوم. ده بقى بيبقى ازاي؟ أنا قابلت حالات طبعا بيجوا لي العياده. بس في حد شخصيه رحت قابلته مره في جهه يعني ما مش حكوميه، حاجه خاصه يعني. قابلته قعدت معاه وانا شخصته. هو بيحصل ايه حضرتك وانت قاعد تلاقي نفسك بتنام يعني العين بتقفل وبيقفل خالص، ويبتدي يعمل صوت النفس اللي هو الشخير الجامد. وهو قاعد قدامك كده، لا نام ولا وقع ولا حاجه، ده هو قاعد صلب طوله مفتح عينه كل حاجه. لا عينه بتقفل. ممكن تقفل وممكن تبقى مفتوحه، يعني ممكن تقفل وممكن تبقى مقفوله نص قفله كده. وممكن بنقول عليه مسقط وبيروح نايم خالص بقى. بينام خالص، عينه بتقفل تماما يعني الاول كده، وبعد كده هوب بيروح نايم خالص فجاه. حاجه فجاه، وتبص تلاقي صوت الشخير، وممكن يهلوس يعني ممكن يهلوس ويقول كلام هلوسه. وبعد كده فجاه حضرتك يصحى كده، اهلا يا دكتور ازاي حضرتك؟ قلت له لا استنى، ازاي حضرتك ايه؟ لا اله الا الله. قلت له حضرتك عندك مرض اسمه ناركوليبسي.
قال لي اه هو حصلت لي قدامك، ما بيبقاش كمان دريان ان جات له. دول مشكلتهم ايه؟ بيعملوا حوادث بالعربيات طبعًا كتير طبعًا جدا. طبعا طبعا دي مصيبه. واحد انا اعرفه شخصيا جاله الناركوليبسي دوت، الاتاك دي جات له وهو سايق العربيه، وقع بالناس في الترعه. يا ساتر يا رب. وعشان كده اقول لك ايه، لازم الناس اللي بتسوق العربيات دي في حاجات كتيره قوي تتفحص، زي الصرع، زي اللي هي الناركوليبسي، الحاجات دي طبعًا. دي امراض قاتله، واحد بينام وهو سايق. فدي حاجات مهمة لازم ننبه الناس ليها. وبنقول يا جماعة كل ما نزلنا في الوزن كل ما قلت نسب الأمراض اللي هي بالمنظر ده. طيب ده من الناحية الأولانية. مسألة بقى النزول في الوزن، يعني أيوة. إيه اللي ممكن الواحد يعمله في هذا الإطار؟ ننزل إزاي؟ طبعا حالات زي كده مش هنقعد بقى نجرب لسه فيهم، ده احنا بنتكلم ان في احتماليه وفاه. يبقى انا على طول ببتدي بمنتج اسمه بيستا. ده من شركه محترمه جدا، كل منتجاتها مواد طبيعيه، اسمها بايو ناتشرال. ببتدي مع المريض على طول قبل كل وجبه. بياخد عصير عباره عن كيس زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، وبيتدوب الكيس دوت في كوبايه ميه، فبيديني عصير تفاح بالظبط يعني بطعم التفاح وريحه التفاح. يبقى اذا طعمه حلو مقبول، مفيش حاجه اسمها العين هيقول لي النقطه دي ده طعم وحش، لان معظمهم فعلا بيبقى طعمهم مش لطيف بالظبط. ممكن ده حاجات بتبقى منتجات طعمها مر وكده. لا البيستا الحقيقه طعمه كويس جدا. أوكي. وممتاز، وحتى الاطفال على فكره بتستسيغ طعمه وبتقبل عليه، يعني حتى الاطفال اللي عندها. كام بالمناسبه؟ احنا بنتكلم في 13 سنه فما فوق. اوكي، امن من اول سن 13 سنه. امن من سن 13 سنه فما فوق. هو كده كده امن، لان هو الياف طبيعيه. عندنا ثلاث ألياف رئيسية اللي هم السيليوم وردة القمح والشوفان. أوكي. وعليهم بقى كروميوم وعليهم فيتامين سي وعليهم فيتامينز كتيرة، بحيث إن أنا ما يحصليش أي اضطرابات وأنا بخس، يعني ما يحصليش مشاكل صحية وأنا بخس. ويا سلام يا سلام لو عززت الموضوع وديت معاه مالتي فيتامين، اللي هو الكورس اللي احنا بنتكلم عليه. أيوه. كورس البيستا مع الألبو مالتي فيت. ده كورس بنديه بيكملوا بعض بحيث ان المريض، احنا عارفين ان اي حد بيخس بيحصل عنده دايما مشاكل في احتياجه للفيتامين. فانا لما اديله فيتامين يبقى انا عوضت الايه القصه اللي انا خايفه منها، تساقط الشعر، البهتان، الخمول، شكلي يبقى مرهق، الكلام ده كله. فاذا الكورس اللي على الشاشه دلوقتي اللي هو بيستا مع الب مالتي فيت بناخده، دول حاجات كلها منتجات طبيعيه. الالب مالتي فيت مليان كل الفيتامينز اللي جسمي محتاجها، الفيتامين ب كل انواعه اللي هو فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 7 بي 12. فاذا انا مطمنه من ناحيه فيتامين ب تماما، وكمان عليه حاجات كتيره تانية زي الفيتامين سي، زي الزنك، زي الكوبر اللي هو النحاس. النحاس بيساعد جدا في شغل الزنك. فاذا كل ده بيساعدني ان انا شعري ما يقعش، بشرتي تبقى كويسه جدا، ما يجيش هالات سودا. دايما اول ما الواحد يخس لقي ناس يقول ايه يا عم الهالات السودا دي، لا روحي كلي روحي كلي يا شيخه شكلك وحش. دي بتكسر الواحد، بس ان انا نفسيا ايه ده انا شكلي وحش، طب ارجع بقى ايه اظبط نفسي، لان اول حاجه بتخس دايما هي الوش. الخدود والحاجات دي دايما هي اول حاجه بتخس. فاذا انا لو مشيت على الكورس ده اضمن ان المريض يخس وبسرعه، بدل ما نحتاج نعمل عمليات، لان احنا ساعات بتوع السمنه بنضطر نعمل لهم في الانف واذن عمليه اللي هو بيعمل زي نوع من استئصال بسيط للهاء اللي هي سداني. أيوة. دي لما انا بخس هي نفسها بتخس على فكره وبتقوى، يعني كل ما انا اخس هي نفسها حجمها بيقل وبتبقى اقوى. طيب خلينا بقى نشوف ترجمه عمليه للكلام اللي بيتقال ده، وكيس من الكيسز اللي استخدمت المنتج ده معانا ايه في تقرير، نتعرف كده على اللي حصل معاها ونرجع نكمل مع حضرتك. اتفضلي احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. طيب دي كانت تجربة آية. دلوقتي احنا اتكلمنا دكتور ايمان عن الشخص اللي بيعاني من السمنة، والى اي درجة الموضوع ده ممكن يتسبب له في اضطرابات
قد تكون خطيرة في النوم بالزبط. زي ما حضرتك تفضلت من شوية قد تكون قاتلة كمان. الوضع المعكوس بقى يعني الشخص اللي مش بيعاني من السمنة ولكن عنده مشكلة في اضطراب النوم. إزاي اضطراب النوم ممكن يوصله للسمنة؟ بالظبط، دايما اضطراب النوم بيعمل لي مشكلة في الوزن. إزاي؟ هو مش المفروض إنه عادة بيخسس؟ لا، ده بقى المفهوم الخاطئ، ده المفهوم الخاطئ. بالعكس، أنا لما ما نمش واسهر وكل يوم لحد الفجر أو بعد الفجر أو لغاية الساعة 6، ده بيديني وقت أطول إن أنا أفضل آكل، لأن أنا دلوقتي قاعدة الناس كلها نامت، طب هعمل إيه؟ طب ما هو بينام الثمان ساعات اللي بعديهم اللي بيبقى الناس كلها صحيت فيهم وهو لسه نايم، لأن هو قالب يومه. ما هو ممكن ينامهم وممكن ما ينامهمش على فكرة. يعني في ناس بتعوضهم وفي ناس بتفضل عندها أرق. أنا عندي مرضى كانوا بيقعدوا صحيين 4 أيام. يا ساتر يا ساتر. يعني عندي مريضة أنا حتى كنت بقول لها أنت مصفحة، 4 أيام واديتها كم أدوية علشان تظبط النوم، والله والله ما كانتش بتنام غير على أعلى جرعة في كل دواء. يا ساتر. ففي ناس دماغها كده، ومن غير على فكرة لا شرب قهوة ولا منبهات ولا أي حاجة، ده أنا كنت منبهة عليها وفعلا هي كانت ملتزمة بالأربع أيام صحية. بالأربع أيام، فتخيل بقى حضرتك تيجي تقول لي يا دكتورة انقذيني. ففعلا اديتها حاجات ظبطت النوم، وكانت بتعاني من سمنه طبعا مفرطه نتيجه ان هي بالاربع ايام ما تنامش وبعدين تنام لي 4-5 ساعات وبعدين تصحى 4 أيام تانيين. هي كانت غريبه بصراحه، هي كانت كيس ريبورت يعني. وده جوزها عامل معاها ازاي؟ ده ازاي يعني عايش ازاي؟ ولما نامت والله صحيها له 4 ساعات 4 أيام ورا بعض. لما نامت والله جه قال لي انا لازم اجيب لك هديه. طبعا. مش عشان حاجه، عشان طبعا هو طول ما هي صاحيه هي لازم هي تتعالج، هو محتاج تعب نفسه. هي ما هي طبعا هي صاحيه متوتره، يعني هي طول الوقت صاحيه ما بتنامش، فمتوتره وعصبيه بتتخانق مع مين؟ مع جوزها. طبعا. فاول ما نامت يعني سوري يعني حلت عنه شويه. طبعا طبعا. فهو قال لي قعد يدعي لك الاربع ايام بقى اللي بعدين، الاربع ايام اللي وراهم يعني. قال لي هي نامت من هنا وانا خدت بعض ونزلت خرجت مع اصحابي، يعني فرصه بقى هتنام مش هتضرب حاجه. يعني الناس اللي عندها اضطرابات في النوم حتى لو ما كانوش بيعانوا من السمنه وارد ان ده يتسبب لهم في سمنه. طبعا الشهيه بتتفتح جدا بالليل، دايما بالليل الشهيه بتتفتح قوي وتحس ان انت زهقان مش لاقي حاجه تعملها. طبعا. ما قدامكش غير التلاجة. احنا أيوه. احنا في البيت كده حضرتك تخيل نفسك لما البيت يفضى عليك وكله ينزل او كله نايم فعلا، هتقعد بقى بالليل ايه؟ طب اعمل فشار. يعني دايما حتى الشباب دلوقتي يقول لك ايه، اخش اعمل فشار بالكراميل بالمعرفش ايه، تحس بالليل الحلويات والشراهه للحلويات بتشتغل بالليل. أيوه. لو في جاتو او حاجه في الثلاجه يفتحوا أيوه. ياكلوا، يعني الحلويات أيوه. بالذات الشراهه ليها بتبقى بالليل. أوكي. العكس بقى، ان انا لو نمت بدري وصحيت بدري معدل الحرق يعلى، لان الحرق بتاعي بالنهار حلو، لكن انا لو صحيت بالليل ونمت بالنهار زي ما حضرتك قلت يبقى انا اخليت بالحرق، الحرق بتاعي بيقف. بالمنطق اللي حضرتك بتتكلمي فيه بقى انا دلوقتي عندي مشكله. بالظبط. لان انا بعد عمر كامل كان اليوم فيه مقلوب، بقيت بنام بدري واصحى بدري عشان طبعا ميعاد البرنامج. ده حلو، ده انت كده حضرتك البرنامج نفعك. ما انا هروح فين؟ ما انا هختفي من وانا قاعد قدام حضرتك اهو من كتر الحرق اللي انا فيه. لا حضرتك انا ما كنتش فاهم كده. عشان رياضي وعلشان بتمارس رياضه فحضرتك محافظ على الشيب ما شاء الله عليك يعني. لكن انا بتكلم بقى في الناس اللي هي طول الليل صاحيه مشكلتها ايه؟ ان هم بالليل ما بيمارسوش رياضه. طبعا. وبالنهار ايه زي ما حضرتك قلت بيناموا لغايه 8 بالليل. فين الشغل؟ فين الحرق؟ فين الرياضه؟ طب تخيل الشخص ده هيروح شغله يعمل ايه؟ هيخش الصبح يقول لهم وكمان بتقولوا صباح الخير؟ طبعا طبعا طبعا. مش طايق يعني مناخيره، مش طايق نفسه، ويدخل يتخانق مع كل الناس. دايما تلاقيهم هم دول بيعملوا مشاكل في شغله، لان هو مش ساتسفايد، هو مش مرتاح، جسمه ما خدش راحته في النوم، فيصحى الصبح بقى يفش غله في خلق الله بقى. طب فكره الكومباينيشن اللي حاصل ما بين الاثنين منتجات اللي احنا بنتكلم عليهم، هل ده يعني الى جانب فوائدهم العامه اللي احنا اتكلمنا فيها، هل من شأن الكومباينيشن ده ان هو يخلي فيه مثلا ريلاكسيشن عامه عند البني ادم، طبعًا. فكره ان هو مكتفي من الفيتامينز؟ طبعا. انا لما اخد الياف تملى معدتي بحس ان انا في حاله شبع طول اليوم، لان انا باخدهم قبل الوجبات بنص ساعه. أوكي. فانا بحس بشبع طول اليوم فمبقاش متوتره. اكتر حاجه بتنرفز الواحد ايه؟ الجوع. طبعا طبعا. يعني ممكن حضرتك لو ما فطرتش الصبح تيجي يبقى مخك كله في الايه؟ في الساندويتش بتاعك هتاخده من عند مين لما تخلص البرنامج، صح كده؟ طبعا. لكن لو حضرتك فطرت الصبح خلاص انت لغيت قصه الجلوكوز من الدم دي، ريحت دماغك منها. يبقى الناس دي بتعمل ايه؟ الناس دي عندهم لخبطه، فانا لما اديهم 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه انا حميته من الجوع ومليت المعده وحسنت الهضم، فيبتدي ياكل حاجات قليله. طب بيحرم نفسه؟ لا ما بيحرمش، ممكن تاكل اللي انت عايزه بس بكميات قليله. راح عزومه حته سمبوسه حته مش عارف ايه، عادي ممكن ياكل اللي هو عاوزه بس بكميات قليله، فما بيبقاش حرم نفسه وفي نفس الوقت كمان ايه بيخس. طبعا. دي المعادله الصعبه. طب الفيتامينز بتعمل ايه؟
بتحسسني بالراحة النفسية. الفيتامينز دي مهمة جدا لكل عمليات الأيض في الجسم. فإذا لو أنا خدت الفيتامينز بتاعتي اللي أنا عاوزها وجسمي محتاجها يبقى الجسم في حالة هدوء. إنما اللي عنده نقص، يعني هدي لحضرتك مثال، اللي عندهم نقص كالسيوم تلاقي رجليهم بتتشنج وتركب على بعض كده، الصوابع تركب على بعض والإيدين. تيجي المريضة تقول لي دكتور أنا إيدي بتعمل كده، انا صوابعي بتركب على بعض. او في ناس بيجي لها كرامبات بالليل، كرامبات، ما هي دي نوع من الكرامبس اللي انا بوصفها دي. وده بيبقى نقص فيتامين معين، نقص فيتامين دي ونقص الكالسيوم بيعمل الموضوع ده. فطبعا انا لما انا كل يوم باخد الكالسيوم بتاعي بالنسبه اللي هي محدده دوليا من ال WHO في المنتجات، يبقى انا كده هوت ايه مطمن. عظيم. في الالب مالتي فيت موجود فيه كل الفيتامينز اللي جسمي محتاجها، فهبقى مرتاحه نفسيا، ابقى مرتاحه عضويا، ما عنديش مشاكل. يعني عارف، مش قاعده بقى اللي هو باكل في نفسي. طبعا لما الجسم بيبقى مش مرتاح بيبقى الواحد صحيح عايز يتخانق، عايز، مش طايق نفسه، بيجيله انكزايتي وتوتر. طبعا. انما لو انا كل حاجه واخده احتياجي عادي زي البيبي الصغير. صحيح. لو خد الرضعه بتاعته خلاص هيسكت. هو كده مرضي. صح بالظبط كده. حضرتك نورتينا يا دكتور ايمان، بنسعد دايما كل مره تكوني معانا فيها، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات قريبه باذن الله. ميرسي جدا وشكرا، وان شاء الله تكون الحلقه فادت الناس، وبالذات اضطرابات النوم مفيش ناس كتير بتتكلم عليها. صحيح. فان شاء الله ان شاء الله الناس تستفيد من الحلقه جدا. يا ابو سهل الحال، بنشكرك على وجودك، وبنشكر حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله بكره يتجدد اللقاء، يوم جديد وحلقه جديده، و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.